نروح لملعب المباراة مرة أخرى واحتفالات النادي الأهلي، ونروح لزميلنا فاروق صلاح. وتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحية بيك يا كابتن أسامة وبالكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت، مع واحد من نجوم الفريق على مدار الموسم اللي كان موجود، يعني موجود كبير جدا جدا بوزل منه، سواء في وجوده مع الفريق الأول وأيضا وجوده مع فريق 2003 ميدو نبيل. كابتن الفريق ميدو، ورحب بيك. النهارده تكليل للموسم وتعب وماتشات صعبه وظروف صعبه، النهارده بتتوجوا ابطال البطوله. مليون مبروك يا ميدو، تعب الموسم النهارده بيكتمل بالفوز بالبطوله. مرحب بكابتن اسامه وكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، انا ببارك لهم طبعا على البطوله، وببارك للعيبه والجهاز الفني وكابتن خالد وكابتن خالد ومستر مايكل يعني، وعم رمضان وعم سونج وكابتن وليد سليمان برضه. الناس دي كلها تعبت معانا من اول السنه لاخر السنه، يعني ربنا كلل مجهودنا النهارده بالبطوله. الحمد لله الناس كلها تعبت، بشكر اللعيبه ومن اول واحد لاخر واحد، كل الناس تعبت بصراحه يعني. فانا ببارك لهم على البطوله والحمد لله يعني ربنا كرمنا بعد تعب السنه كلها. ميدو كنت موجود معاك والكابتن خالد بيبو بيتكلموا، قال لك كلمه مهمه جدا، قال لك انا دوري وشغلتي موجود هنا عشان اطلعك فريق اول. اعتقد الكلمه دي بيقام عليه اقلاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا حتى هو قبل الماتش اتكلم معايا في الحته دي، قال لي انا دوري ان انا اطلع الناس من هنا فريق اول، مش مهم البطولات، البطولات دي للعيبه والنادي بتتحسب للعيب، لكن اهم حاجه عندنا ان انا اطلع اللعيب درجه اولى. فاحنا كل واحد بيستنى فرصته ان هي تجيله، ولو ما تجيله اهم حاجه يمسك فيها بس. البطوله دي بتمثل لك يا ميدو، وانا اعتقد اول بطوله الجمهوريه 2003 اكيد بالنسبه لكم مجهود سنين كتير جدا. اكيد طبعا يعني المجهود مش عايز اقول لك، من اول السنه كابتن شرف من اول شهر 7 لحد النهارده ما بخلش علينا باي نقطه مجهود بصراحه، فاحنا بنشكره وبنشكر الجهاز الفني كله باللعيبه بكل الناس اللي كانت موجوده معانا وساعدتنا. اشكرك يا ميدو بالتوفيق، ومستنيين منكم كتير باذن الله. والله باذن الله. شكرا فاروق حبيبي. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع ميدو نبيل كابتن فريق النادي الاهلي، ومستمرين في طبعا في تغطيتنا لتتويج النادي الاهلي بطل بطوله الجمهوريه مواليد 2003.